مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. من يمن مونيتور، اجتماع للسلطة المحلية يقر تسوير مدينة مأرب القديمة. عدن الغد، في مدينة الشحر الأهالي يشتكون من سيارة إسعاف وحيدة بلا وقود. ومن البي بي سي، شريك ترامب الأندونيسي يطمح إلى تقليده بالترشح لرئاسة بلاده. أهلا بكم. بعد تعرضها لاعتداءات وقيام مواطنين بالبناء على أنقاضها، قررت السلطات المحلية في مأرب حماية المدينة التاريخية عبر تسويرها. وقال موقع يمن مونيتور إن السلطات المحلية في المحافظة أقرت تسوير المنطقة الأثرية لمأرب القديمة والحفاظ عليها من الاعتداء أو النهب. وقال المكتب التنفيذي للمحافظة خلال اجتماع عقد برئاسة وكيل المحافظة علي محمد الفاطمي إن الاجتماع أقر تسوير المنطقة الأثرية لمأرب القديمة لمنع الاعتداء عليها. وكانت السلطات المحلية في المحافظة قد بدأت بتنفيذ حملة إزالة للبناء العشوائي والاعتداء على المناطق الأثرية في مأرب القديمة. تشهد محافظة ذمار أوضاعا إنسانية ومعيشية غاية في الصعوبة كغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الإنقلابية. ويقول موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني إن الميليشيا الإنقلابية تمارس نهبا ممنهجا لموارد الدولة في ذمار وتسخرها لمجهودها الحربي والثراء لعدد من قياداتها في وقت تمتنع فيه عن صرف مرتبات موظفي الدولة عسكريين ومدنيين. واتهم عشرات الموظفين في المحافظة ميليشيا الحوثي برفض تسليم ما كانت وعدت به في وقت سابق أنها ستصرف نصف راتب شهر أبريل في بداية رمضان. وذكروا لمراسل سبتمبر نت في ذمار أن إدارة البريد الخاضعة لسيطرة الميليشيا بالمحافظة امتنعت عن الصرف متحججة بانعدام السيولة في الوقت الذي تجبي فيه موارد مالية طائلة في المحافظة. واستحدثت الميليشيا الإنقلابية مكاتب للتخليص الجمركي على مداخل محافظة ذمار تفرض من خلالها جبايات إضافية على بضائع التجار القادمة من المحافظات الأخرى. الموجة الثانية للثورة العربية المضادة. تحت هذا العنوان كتب علاء بيومي مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا في بعض فقراته. منذ اليوم الأول للربيع العربي والنظم القديمة وأنصارها في السلطة وخارجها يفعلون ما في وسعهم لقمع الثورات من خلال دعم خصومها ماليا وإعلاميا وعسكريا وخارجيا كذلك. وقد أسهمت الثورة العربية في تعطيل ثورة اليمن وحماية الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من المساءلة، كما ساهمت في تعميق الانقسام في تونس وليبيا. وكان أكبر نجاح حققته في مصر، حيث رعت قوى الثورة العربية المضادة انقلاباً عسكرياً ضد أول رئيس مصري منتخب محمد مرسي. يبدو أن التطورات الإقليمية أخيراً خصوصاً في سوريا والخارجية المتمثلة في صعود دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة أعطت دفعة جديدة لقوى الثورة المضادة لإعادة التركيز على دعم السلطويات في المنطقة، خصوصاً في ظل حديث أمريكي عن تعاون غير مسبوق بين حلفاء أمريكا العرب مع إسرائيل ورغبته في الوصول إلى صفقة قرن بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وبعد أيام على انتهاء زيارة ترامب المنطقة انطلقت حملة قمع إقليمية واسعة، ففي مصر أغلقت عشرات المواقع الإخبارية المعارضة والمستقلة. وفي اليمن حاول سياسيون جنوبيون مدعومون من دولة الإمارات إعلان كيان انفصالي في جنوب اليمن في تقويض واضح لسلطة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي، وتوقفت المحاولة بعد رفض مجلس التعاون الخليجي لها. وهي تطورات سبقت زيارة ترامب ولكنها ترتبط بالموجة نفسها من الثورة المضادة. الواضح أيضاً أن الموجة الجديدة للثورة العربية المضادة عالية وأنها اتخذت إجراءات غير مسبوقة وأنها استمرار لخط النظم العربية السلطوية التي تخوض حرباً صفرية ضد الأصوات المخالفة والمطالبة بالتغيير.
وذلك في ظل تراجع أمريكي واضح عن كل ما له علاقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة. ولا ندري حتى متى يظل هذا الاستهتار بأرواح الناس وأقواتهم وممتلكاتهم، أو حتى متى يظل صبر هذه المحافظة على نكباتها المتلاحقة. إلى موقع عدن تايم والذي تابع أحد المواضيع في محافظة لحج، وعنوان الموقع في صفحته الرئيسية: الأجهزة الأمنية بلحج تتخلص من جثث مجهولة عالقة بثلاجة مستشفى ابن خلدون. قال مصدر أمني بمحافظة لحج لعدن تايم إنه بناء على أوامر قضائية تم دفن عدد من الجثث مجهولة الهوية كانت موجودة في ثلاجة مستشفى ابن خلدون. وأوضح المصدر أنه تم إخراج 7 جثث لمجهولين لدفنهم، خاصة بعد حدوث تغير في ملامحها وتخوف القائمين على المشفى من تسبب الجثث بأضرار صحية على وضع المرضى داخل المستشفى. وأكد المصدر أن الجثث المجهولة تعود لـ3 قتلوا في التفجير الأخير على مكتب الصحة بلحج، وـ4 قتلوا في اشتباكات وقعت في منطقة تل بيافع بلحج. موقع المصدر أونلاين يحذر من حالات التقطع التي تحدث للمسافرين في طريق عودتهم بين العبر ومأرب، وعنوان الموقع: مصرع سائق شاحنة على يد قطاع الطرق في الطريق الرابط بين العبر ومأرب. وقال الموقع إن سائق شاحنة لقي مصرعه على يد مسلحين مجهولين الثلاثاء على الطريق الرابط بين منفذ العبر على الحدود اليمنية السعودية ومدينة مأرب. وقال مصدر محلي للمصدر أونلاين إن جثة السائق عثر عليها بالقرب من الطريق العام، حيث كانت الشاحنة متوقفة بعد أن غاصت في الرمال بالقرب من الطريق الإسفلتي. ومن المرجح أن المسلحين مجموعة من قطاع الطرق حاولوا سرقة الشاحنة، لكن السائق حاول مقاومتهم قبل أن يطلقوا عليه النار وينحرف بالشاحنة في الطريق الرملي. وتابع الموقع: سبق أن شهد الطريق حوادث تقطع مماثلة لمسافرين، وكانت القوات الحكومية قد نفذت حملة عسكرية لتأمينه بعد تزايد حالات التقطع، لكن تلك القوات لم تفلح في ضبط قطاع الطرق حتى اليوم. الإرث المروع لجورج دبليو بوش. تحت هذا العنوان كتب أستاذ التاريخ في جامعة ويستشستر في بنسلفانيا ومؤلف كتاب فلسطين أمريكا المشاعر الشعبية والرسمية منذ بلفور الكاتب لورانس ديفيدسون، كتب في مقاله المنشور في صحيفة الغد: بينما يكبر عدد حالات السرطان والعدوى التي لا يمكن علاجها في الشرق الأوسط، ثمة جهد محبط يجري في الولايات المتحدة لإعادة تأهيل جورج دبليو بوش الرئيس الأمريكي الذي أسهمت قراراته وسياساته إلى حد كبير في التسبب بهذه الكارثة المتواصلة. إنه هذا البوش الذي شن الغزو غير المبرر للعراق في العام 2003، وبذلك باقتباس كلمات الجامعة العربية فتح بوابات جهنم. وفي مقابلة أجريت معه في ذلك الوقت هيأ بوش المسرح لمجيئه الثاني بمرسوم استثناء الذات، فقال إنه ظل مرتاحا لعملية اتخاذ القرار الذي أفضى إلى غزو العراق، القرار الذي شهده وهو يتجاوز المخابرات عندما لا تقول له ما كان يحب سماعه. وهكذا فإنه أيضا مرتاح بالتصميم النهائي على شن الغزو. وقال بوش: لا حاجة للدفاع عن نفسي، لقد فعلت ما فعلت، وفي نهاية المطاف سيكون التاريخ هو الحكم. غني عن البيان الإشارة إلى أن هذا التأكيد العابث على أن التاريخ سوف يحكم غالبا ما يستخدمه أناس تتسم شخصيتهم بأنها موضع اشتباه، وتدلل لفظة التاريخ على وقت مستقبلي مبهم، ويسمح مجيئه المحتم المزعوم للبطل بأن يتخيل تحقيق مجد شخصي لا تتحداه المخاوف الأخلاقية الراهنة التي عادة ما تكون مهمة. يحب أولئك الذين يسعون إلى إعادة تأهيل جورج دبليو بوش الآن عقد مقارنة بينه وبين دونالد ترامب، ويتخيل المرء أنهم يأملون بذلك تصويره كجمهوري معتدل، وهم يزعمون بأن بوش كان حقا رجلا ذكيا وتحليليا جدا وليس الساذج المغفل الذي يظن معظمنا أنه يمثله. بعبارات أخرى، على الرغم من شنه حربا غير ضرورية والتي تبين أنها كارثية، فإنه لم يكن جاهلا وخطيرا مثل ترامب أبدا.
قبل أيام تحدث عن سيارة واحدة لطوارئ كهرباء الأحج، واليوم يتحدث موقع عدن عن سيارة واحدة لإسعاف أهالي مدينة ساحلية. وعنوان الموقع: أهالي الشحر يشكون غياب الوقود من سيارة إسعاف مستشفى المدينة. وقال الموقع إن الأهالي في مديرية الشحر، ثاني أكبر وأهم مدن حضرموت الساحل، يبدون مخاوفهم البالغة من غياب الوقود عن سيارة إسعاف مستشفى المدينة، ما يجعل نقل بعض الحالات المرضية وصحتها متوقفة على توفر الوقود للسيارة. وقال الصحفي عبد الجبار باجوبير، وهو من أبناء المدينة: إنه يجب على كل من يحتاج لسيارة الإسعاف الحكومية أن يدفع أولا مبلغا ماليا ليتم تشغيل السيارة وإنقاذ المريض حد وصفه. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ميليشيا الحوثي والمخلوع تفسد روحانية رمضان، كان هذا ما اخترته صحيفة الاتحاد لوصف رمضان في اليمن، والتي أضافت: تسبب الانقلاب في إفساد روحانية شهر رمضان لدى اليمنيين، فإلى جانب موجة النزوح وهجرة آخرين خارج البلاد كليا، يعاني اليمنيون في مناطق سيطرة الانقلابيين من تضييق أفقدهم نكهة رمضان التي اعتادوا عليها. ومن بعض تصرفات الميليشيا ما ذكرته صحيفة الاتحاد هو قيام الحوثيين باستبدال خطباء المساجد بآخرين محسوبين على الجماعة، ومنع إقامة صلاة التراويح في أغلب مساجد صنعاء والمدن التي يسيطرون عليها. وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أحمد عطية حذر الميليشيا من مغبة الاستمرار في فرض أفكارها الدخيلة على المجتمع اليمني، داعيا في الوقت ذاته إلى النأي بالمساجد عن الصراعات المذهبية والحزبية. ارتفاع مستمر في أعداد حالات الوفاة والاشتباه بمرض الكوليرا، هذا ما أعلنته منظمة الصحة العالمية ونقلته صحيفة العرب الجديد، والتي أضافت عن المنظمة أيضا أن حالات الوفاة جراء الإصابة بالكوليرا وصلت إلى 728 حالة وفاة، بالإضافة إلى أكثر من 91,400 حالة اشتباه، وهو ما يشير إلى استمرار انتشار الوباء. وتتضمن الإحصائية الحالات المسجلة منذ 27 من أبريل، أي خلال حوالي 40 يوما من تصاعد انتشار الوباء في أكثر من محافظة، بمتوسط معدل 18 حالة وفاة يوميا، تتابع الصحيفة. انتشر مرض الكوليرا بشكل واسع في 19 محافظة يمنية من بين 22 محافظة، وأعلنت السلطات المحلية في العاصمة صنعاء المدينة منكوبة بالوباء. شبكة البي بي سي في أخبارها الأكثر قراءة قالت في عنوانها البارز: شريك ترامب الأندونيسي يطمح إلى تقليد شريكه بالترشح لرئاسة بلاده. كشف الشريك التجاري للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هاري تانويسو بأنه قد يقلد نموذج شريكه الأمريكي ويسعى للترشح في الانتخابات الرئاسية الأندونيسية المقبلة. وقال تانويسو، الذي يعكف على تنفيذ مشروعين لشركة ترامب لهيئة الإذاعة الأسترالية، إنه يفكر في الترشح في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أندونيسيا في عام 2019 لأجل مصلحة البلاد. وقال ثري الإعلام والعقارات الأندونيسي، الذي أسس حزبا سياسيا، إنه إذا لم يكن هناك إنسان واحد يستطيع أن يحل المشاكل التي تواجهها البلاد، قد أحاول الترشح للرئاسة. معين الطاهر يكتب في صحيفة العرب الجديد مقالا تحت عنوان: أيام حزيران الباقية فينا، مضيفا: قبل حرب يونيو حزيران 1967 انقسمت الأنظمة العربية إلى رجعية وتقدمية، وتوالت الانقلابات العسكرية في سوريا والعراق واليمن، واختلط فيها الحابل بالنابل، فبعضها جاء ضد أنظمة ما زالت تعيش في القرون الغابرة كما في اليمن. ولأن قوى التغيير المحلية لم تكن قادرة على تحقيق شيء وحدها، غرق الجيش المصري فيها وسط حرب استنزفت قوته، وبعضها الآخر كان تعبيرا عن صراعات حزبية في المعسكر القومي واليساري، بل وفي داخل ما يفترض به أن يكون حزبا واحدا كما في العراق وسوريا. لم تعد الجيوش هي ذاتها، ومع كل انقلاب كانت تسرح دفعة جديدة من الضباط، وأصبح الولاء معيار التدرج في الرتب العسكرية
أو سبباً للسجن والنفي. هكذا انقسم العرب عربين بل أكثر، فالمعسكر التقدمي ذاته عانى من انقسامات وانقلابات وصراعات لا تقل عن التي خاضها ضد ما عرف بالمعسكر الرجعي. فجأة بدأت طبول الحرب تقرع، حشدت الجيوش وسحبت قوات الطوارئ الدولية من سيناء، وعلى أثير الإذاعات العربية قبل تذخير مدافعها تحث الصهاينة على الرحيل قبل أن تستعد أسماك البحر المتوسط لالتهام من سيبقى منهم في أرضنا المحتلة. حشد العدو كل مواطنيه للقتال بعد أن دربهم وسلحهم، أما الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج فقد كان سلاحها الأوحد المتاح راديو ترانزستور، التفت حوله وامتلأت أملا ويقينا بأن النصر قادم في الساعات القليلة المقبلة، وأن الإجازة الصيفية سيقضيها الجمهور العربي على شواطئ يافا وحيفا، من يجرؤ أن يشكك أو يتساءل؟ وبينما الجمع منشغل بهوية الدبابات عراقية كانت أم جزائرية، إذ برجل عجوز يحمل بندقية إنجليزية من بقايا الحرب العالمية الأولى، كان الجيش الأردني قد وزع منها قبل ساعات أعدادا محدودة، ومع كل بندقية 5 طلقات فقط، يأتي مسرعا للترحيب بما ظنه مقدمة الجيوش العربية المنتصرة. وما أن لمحه أحد الجنود حتى عاجله بصلية رشاش ليسقط الشيخ سريعا، ظهرت الحقيقة فأي كابوس حل بنا. واحد من الأخبار التي تداولتها صحف ومواقع إخبارية ما جاء في صحيفة القدس العربي: اجتاحت آلاف الجرذان قرى في جزيرة واقعة جنوب غرب بورما في حادثة يفسرها البعض على أنها مؤشر لكارثة ستحل بالبلاد. ومنذ نهاية الأسبوع الماضي شهد سكان الجزيرة غزو أعداد كبيرة من القوارض، وفي ظل العجز عن تطويق الوضع قررت السلطات منح السكان مبلغا ماليا عن كل جرد يتم القضاء عليه للتصدي للغزو. نائب محلي أشار لوكالة فرانس بريس إلى أنه تم القضاء على أكثر من 4000 جرد منذ مهاجمتها القرى، وأضاف بحسب المعتقدات المحلية فإن هذه الحيوانات تمثل مؤشرا على تقلبات جوية، ووفق دراسات أجراها علماء يابانيون فإن الفئران والجرذان قادرة على الشعور بالموجات الكهرومغناطيسية الشبيهة بتلك التي تأتي قبل الزلازل القوية. ومع ذلك لم يسجل أي نشاط زلزالي نافت في بورما خلال الأيام الأخيرة. في أحد الأخبار التي نشرها موقع هاف بوست عربي قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن إرهابية كانت مرفوقة ب3 أطفال ولدوا في الجبال سلمت نفسها لقوات الجيش بمحافظة جيجل شرقي البلاد. ونقل بيان للوزارة أن المرأة المتزوجة من متهم بالإرهاب سلمت نفسها للسلطات العسكرية بجيجل بمنطقة برج الطهر. وأوضح البيان أن المعنية التي التحقت بالجماعات الإجرامية سنة 1996 كانت مرفوقة بأبنائها 3، وهم عبد الباري 17 عاما ويحيى 14 عاما وأسامة 5 أعوام، وجميعهم مولودون في الغابات والجبال. ولم تكشف الوزارة عن انتماء هذه المرأة، لكن قوات الأمن الجزائرية تواجه في الوقت الراهن 3 تنظيمات رئيسية شمالية البلاد هي القاعدة وكتائب أعلنت الولاء لداعش، إلى جانب تنظيم صغير يسمى حماة الدعوة السلفية. واتساب سيودع الملايين من مستخدميه هذا الشهر بحسب عنوان لصحيفة البيان الإماراتية، حيث صرحت شركة تطبيق واتساب المملوك من قبل فيسبوك أن الملايين من مستخدمي التطبيق سيفقدون خدمة الرسائل المفضلة لديهم. وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية سيوقف تطبيق واتساب دعمه لمستخدمي أجهزة بلاك بيري ونوكيا سيمبيان في وقت لاحق من هذا العام. واتساب ذكرت أنها ستستمر في تقديم الدعم لهواتف بلاك بيري أو إس وبلاك بيري 10 ونوكيا إس 40 ونوكيا سيمبيان إس 60 حتى نهاية يونيو الجاري. المتحدث باسم الشركة قال إن هذه الهواتف الجوالة لا تقدم القدرات التي نحتاجها لتوسيع ميزات التطبيق في المستقبل، وأضاف قائلا: كان اتخاذ هذا القرار صائبا بالنسبة لنا، ولكنه القرار الصحيح من أجل إعطاء الناس طرقا أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحباء باستخدام واتساب.
جولتنا المصورة لهذا اليوم ستكون بمجموعة صور ساحرة كما وصفتها صحيفة واشنطن بوست، والتي قامت بنشر الصور لمجموعتنا الشمسية عن قرب بصور بالغة الدقة وشديدة الجمال. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.